الزميل العزيز بدر الدين الادريسي الصحفي المغربي الشهير. بدر مساء الخير ومبروك. مساء الخير زميلي شوبير، وانا شاكر لك حسيتك عواطفك، وايضا اقدر جيدا لانه الاخوه الاشقاء في مصر كانوا يتمنون ان المنتخب المغربي يكون الى جوارهم بنهائيه كاس العالم. اعتقد على انه نعيش لحظه سعيده جدا، يعني في وقت كنا متفائلين من ان الكره العربيه لغايه الان تخلفت على الركب العالمي، فهي اليوم كره القدم العربيه تعود بقوه وتحضر لاول مره في تاريخ نهائي كاس العالم باربعه منتخبات. انا كنعتقد على اننا في قمه السعاده، يجب ان نبلور كما قلت ان نبلور هذا المعطى من اجل ان يكون حضورنا ان شاء الله حضور وازن بروسيا، وان نتمكن من تلميع صوره كره القدم العربيه كل في موقعه. يا موسكو حل الباب لكم دي مدرنا غاليين، فرحت وقع ولاد البلاد حمرا وخضرا دينا مغليين. المنتخب المغربي انا شخصيا ارفض فريق الوطني منذ حوالي 40 سنه، كنعتقد على ان هذا الجيل اخيرا استطاع ان يسابق امكانيته ذاته. نذكر جيدا على اننا كنا نقول، وانا وان استمع لزملاء اعلاميين ومحللين خبراء كره القدم العربيه يقولون على ان المنتخب المغربي لديه امكانيه فرديه رائعه جدا، لاعبين من الطراز الرفيع، ولكن لغايه الاسف لا يبرور هذا الامر في اطار لاعب جمال. لكن اعتقد على ان ايردي رونارد تمكن ان يعطي للمغرب هذه الهويه، للفريق المغربي هذه الهويه، يعطيها الشخصيه ويعطيه القدره على انه يطابق ذاته. ولما ذهبنا الى مباراه كوت ديفوار كان الكل يقول بان باعتماد كل المعايير الفنيه الرقميه وغيرها كانت كفه المنتخب المغربي راجحه، ولكن شكنا كان كبير وتخوفنا كان كبير من بعض الجزئيات التي تعرفها جيدا، بعض التفاصيل التي انك تتخطى بنفسك يمكن انها تقلب لك ظهر المجن وتخلي ان الفرصه تاعك، ولكن شيء رائع وان المنتخب المغربي يتوقع الكثيرين على انه ربما سيدخل متاخرا ليلعب متاخر في نصف ملعبه. لا، المنتخب المغربي تعثر ووجدنا 60 دقيقه الاولى بهدفين نظيفين، فاعتقد على ان هذه العمليه كانت عمليه مربحه جدا. بولي بولا اليوم الحفله وسط الاطلس شنو وهمه، بولي بولا اليوم الحفله وسط الاطلس شنو للبلاد.